السلام عليكم، مرحبا بكم في الجبهة. أما الجبهة وعرض الضخام والرملة الجزيرة وجولة عند الخيرات موجودة في الجبهة. والجبهة مدينة اللي كتطلع على الساحل الشمالي ديال المغرب وجاية في الريف وتابعة جهة طنجة تطول الحسيمة وجاية ما بين الحسيمة وما بين شفشاون. والطريق ديالها سهلة، أنا كنت في شفشاون وجيت ليها، والطريق ديالها دايزة غير ما بين الجبال ما كتملش منها. الجبهة، المدينة البيضاء الجميلة والهادئة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والموقع ديالها بين الجبال ويغلب عليها الطابع الشعبي، والسكان ديالها لبساطة وعندهم حسن الترحال. شوف حتى الطريقة كيفاش مبنية هاد المدينة، جاية مخبعة هنايا ما بين جوج جبال، دايرين بها غير الجبال. ايوا الحمد لله يا ربي. والجبهة من المدن المغربية اللي ما واخدينش حقهم من السياحة، وماشي بزاف ديال الناس كيعرفوها، داكشي علاش جيت بهذا الفيديو نعرفكم عليها وعلى ناسها وعلى الشواطئ ديالها النقية. والجبهة غادي تكون هي المحطة الأولى، وغادي نفيزيتيكم هاد البحورة اللي دايرين بها كاملين، وغادي نكتشفوا مجموعة البحورة الواعرة اللي دايرين بها. حيت كاين واحد البحورة هنا في الجبهة شي حاجة واعرة ديال بصح، وداكشي اللي غادي تكتشفوا معايا في هاد الفلوق. وما يمكنش تجيو للجبهة وما تطلعوش لهاد الجبل هذا اللي فوق المدينة تشاهدوا هاد الغروب هذا اللي كيبان حداكم. أحسن غروب اللي شاهدته في حياتي كاملة هو اللي كاين هنايا في هاد البلاصة هادي في الجبهة. هاد المنظر هذا إلا جيتو للجبهة ضروري ما تفلتوش عليكم. واحد المنظر خيالي ديال الشمس كتغرب في البحر. صباح الخير، مرحبا بكم في نهار جديد. واول حاجه غادي نديروها اليوم هي غادي نمشيو نفطروا فطور شمالي. فطور شمالي كما كتشوفوا الخوص هو هذا، البيض مقلي، لاطا هذيك، كاس ديال اتاي. والفطور اللي فطرته هنا في القهوه هذه اللي كيغلب عليها الطابع الشعبي، قهوه زوينه واعره اصلا، بزاف ديال القهوه هنايا دايرين هكاك شعبيه. هذا هو سيف الدين، هو القهوه اللي فطرت عنده. الى جيتو للجبهه ما تنساوش تجيو عنده. الله يحمر هذا. مرحبا. الله يحفظكم، شكرا على التصريح. بصراحه هنايا التعامل ديال الناس شي حاجه حاله خاصه. وبالنسبة اللي كيسول على واش كاين الاوتيلات هنايا، كاين بزاف، غير هنا حدا البلايا كاين شي ثلاثة ديال الاوتيلات، عاد مي كتزيد تدخل داخل الجبهة كتلقى بزاف. وهذا هو الميناء ديال الجبهة، ميناء صغير ما كبيرش بزاف. وحتى الجبهة المدن الساحلية اللي معروفة بالصيد. وحتى من السكان ديالها بزاف اللي كيعتمدوا على الصيد.
بارك الله الرئيس ديالنا. الله يبارك فيك. كاين شي حاجه اليوم؟ واليوم خير موجود الحمد لله. كيدو حشر غو ها روبالو ها بالوميتا اصبر خويا اشكال وانواع بارك الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله طلع كز كزفرك من الماء. هلا كاين الشريف كاين انتوما الشريف شحال صيد تبارك الله. شنو سميتك؟ إلياس. إلياس دابا انت هو اصغر صياد هنايا في الجبهة. تبارك الله تبارك الله عليك. انتم كتشوفوا هنايا كلشي كيصيد دراري صغار كبار كلشي تبارك الله عليهم. واللي عجبني هنايا هو الطيبوبة ديال الناس، ما عندوش مشكل بتاتا انك تصوروا ولا شي حاجة. الناس هنايا الله يعمرها دار في شكال. ومن تحت هاد الجبل هذا اللي غادي عليه دابا انايا كاين واحد المغاره واعره سميتها مغاره عبد الكريم الخطابي، كيدخلوا ليها بفلوكه من المرسى اللي صورت لكم. بابا با يا سلام على منظر على البحر كيفاش داير. هذا هو البحر اللي هضرت لكم عليه سميتو شاطئ مرس الدار. مازالين ثلاثة ديال البحورة مور داك الجبل راهو اللي كتشوفو حتى هما محسوبين على الجبهة واعرين ديال بصح حتى هما غادي يمشي ليهم. ودابا وصلت لهاد البحر هذا الواعر اللي مخبع ما بين الجبال سميتو مونيكا رقم واحد هذا، وباقي نمشيو عاوتاني لمونيكا رقم جوج. هاد البحر هذا اللي موراي جاي في منظر واعر جاي مخبع ما بين الجبال، كيبان لك بحال اللي ما كاينش كاين غير الجبال ما كاينش البحر، هو في وسطهم البحر ما شاء الله. غير الطريق هادي هاد الهبيطات هادو هما اللي صعابين شي شويه، معنا هزت ثقال هاد الشنطه هادي متثقله عليا. تجيو لهنا حضيو راسكم غير بشويه عليكم. الهدوء هنايا بحر خاوي ما فيه حتى واحد غير انا اللي كندور هنا. هاد البحر هذا اللي مورايا اللي وصلت له دابا هذه مونيكا رقم جوج، مونيكا الصغيره هذه ومونيكا اللي شفنا قبيله مونيكا الكبيره. سبحان الله بحوره خارجين من بين الجبل اه من بعيد كيبانوا بحال اللي ما كاينش البحر كاين غير الجبل، وملي كتقرب لهم عاد كيبان.
يا سيدي هذا الجمال هذا كاين في المغرب. هذوك اللي كيقول لك المغرب ما فيه ما يتشاف، دور بعدا تسالى بلا هذاك عاد دار. ولكن انا الحاجه الوحيده اللي عذبتني بزاف هي هاد الشنطه هذه، ثقيله بزاف، بحال اللي فيها شي 50 كيلو عذبتني. وهذا البحر هذا اللي وصلتلو دابا هو البحر الرابع، سميتو شاطئ الحواض، حتى هو محسوب على الجبهة. البحر واعر، الما ديالو زراق، غير هو شي شوية اليوم الموجة طالعة. هاد البحور اللي شفتو دابا كاملين بحور واعرين وكاملين جيت ليهم على جليد، كاملين اكتشفتهم على جليد. نتوما بغيتو ما تجيبلوش على جليكم، راه كاينين فلوكات كيجيبو من المرسى، المرسى ديال الجبهة كيجيبوك لهاد البحور هادو بربعة بحر اللي بغيتي نتايا. نتمنى انني نكون قدرت في هذا الفيديو هذا نعرفكم على الجبهه وعلى البحور اللي دايرين بها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو باش نوصلوا هذا الفيديو هذا ل 1000 لايك.